السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد خاص بغريبة ديال البهلة بكاوكاو مزينة بقرفة ولوز. كتجي رائعة في الشكل والمذاق. كنتمنى تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم إن شاء الله. فإلا كنتو أول مرة كتشوفوا القناة ديالي، قناتي أطباق الأمان، فما عليكم إلا الضغط على زر الاشتراك و لايك، وكذلك ما تنسونيش بالكومنتير لتعم الفائدة ولتشجيعنا كذلك بالاستمرار، وشكرا على تفاعلكم. بالنسبة للغريبة كنحتاجو فيها جوج ديال الكؤوس ديال العنبة بالسكر كلاصي عامرين، كنحتاجو ثلاثة ديال الكؤوس ديال زيت المائدة، شوية ديال الملحة، كنخلطو السكر كلاصي أولا السكر الثقيل مع الزيت حتى كيدوب مزيان، نخلطوه بيدينا. من بعد ما داب لينا السكر مع الزيت غادي نضيفو كاوكاو محمر ومطحون بقشرة ديالو، ربع ديال الكاوكاو يعني 250 غرام ديال الكاوكاو محمر ومطحون بقشرة ديالو، غادي نضيفوها للخليط ونخلطو حتى ينسجمو مع بعضياتهم. من بعد ما خلطناهم مزيان غادي نضيفو 900 غرام ديال الدقيق الفرص، الدقيق الابيض، ونخلطو مزيان بشويه بشويه. هنا العبار اللي عطيتكم ديال الدقيق هو هذاك، ما تنقصوا ما تزيدوا عليه، 900 غرام بالضبط ديال الدقيق. نخلطوا مزيان ونجمعوها. بطبيعة الحال في الاخر جوج ديال الخمارات يعني 16 غرام ديال خميرة الحلويات، كنضيفوها حتى هي ونخلطوا مزيان ونكملوا الدقيق ديالنا حتى تجمع لينا البهلة وتكون واجدة. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد ديالي. كندلكوها مزيان، كيف كتبان لكم كتجي مرملة ولكن مجموعة سهلة في التكوار. غادي نبداو ناخدو شوية من العجين ونعملو كرات ديال الغريبة كيف ما كتشوفو. تقريبا هنا الوزن ديال كل كرة 30 غرام باش يجيو قد قد. الا مبغيتوش ديرو عينكم ميزانكم كيف ما كتشوفوا. غادي نكمل التكوار، وفي هذه المرحله كيكون الفرن ساخن على اعلى درجه، غير يسخن مزيان من الفوق ومن التحت، وكندخلوا اللاطه ديال البهله ديالنا الفوق ولكن كننقصوا النار يعني كتكون العافيه مهيله من الفوق عليها. من بعد ما كملتها كيف ما كتشوفوا كورتها كامله، غادي نصفها في اللاطه متباعده شويه وندخلها الفران اللي هو مسخن من قبل على درجة حرارة عالية وصافي، وندخلها الفرن تبدأ تشقق لينا وننزلوها لتحت تكمل الطياب ديالها، تكون البوطة مهيلة كيف ما كنطيبو الحلوى دائما. صافي دغيا كطيب. من بعد ما استفتها في اللاطة نضغط عليها شوية، والنصف ديال الكرات غادي ندردر عليهم شوية ديال القرفة للتزيين، والنصف الآخر غنحط عليه اللوز، يعني اللوز ما محمر ما والو، نحطو عليها وغادي يلصق، ونضغط غير شوية باش تلصق لينا اللوز على الغريبة كيفما كتشوفو. هنا غنبدا نزين كيف قلت لكم النصف بالقرفة،
نصف الاخر باللوز. ممكن تزينوها حتى بكاوكاو، هي كتجي زوينه. التزيين كيبقى اختياري، اولا ما تزينوها حتى حاجه حتى هي كتجي زوينه بزاف. هذا هو الشكل ديالها النهائي، كتجي محمره زوينه بزاف ولذيذه مرمله بطبيعه الحال، كتجي كلها مشقه. كنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم لانها كتستحق تجربه صراحه ولذيذه بزاف. بصحتكم.